انا ما كنتش عاوز اعمل فيلم سينما، ولا كنت عاوز اجي الجونه، ولا كنت عاوز ابقى مخرج حد يعرفني. انا كنت عاوز اعمل فيديو مش فيلم عن الولاد دول، يغير في القرارات اللي بتتاخد في العالم تجاه اللاجئين ويقدر يساعدهم. بس ما بتقراش فوزي؟ ما بقراش لاني بلعب فطبول. يعني فطبول بتجيب مصاري؟ بلعب فطبول وشوفوني ناس وياخذوني بصير كيف كريستيانو اللي بيطلع التلفزيون مثله. يعني بس تلعب بتطلع على التلفزيون بتجيب بابا؟ انا النهارده مع التيم بتاع كباتن الزعتري، ومتحمس جدا عشان انا من اعتقد من اوائل الناس اللي اتفرجوا على الفيلم، عشان احنا هنا بنعمل راوند تيبل. فكره الفيلم ده ابتدت امتى، والفيلم ده رحلته في الجونه ابتدت امتى؟ هو ابتدى في اللحظه اللي قررت ابطل تصوير حروب. ده بيحسسني بالذنب، وكنت بحس ان احنا بنعاملهم كارقام واحصائيات بس. بدا مع الجونه امتى؟ بدا مع الجونه في 2019. قدمنا في سينيجونا بلاتفورم، كان الفيلم في البوست برودكشن، كنا حابين دعم الجونا في سينيجونا بلاتفورم، امنوا بالفيلم جدا. ففي 2019 ومن لحظتها احنا الفيلم ابن جونا. يعني الجونا كمان فات كان شباك للعالم. يعني كان عندك فوتج قد ايه منتجي؟ كان كتير قوي، كان 70 ايه 700 ساعه. 700 ساعه اتفرجت على 700 ساعه كذا مره. كذا مره بالظبط. ازاي تم اختيار محمود وفوزي؟ انا اولا دخلت تقريبا 21 مخيم قبلها في العالم، فلما دخلت الزعتري عملت حاجه كده، وقفت انا ومنا والشباب وسالنا سؤال، فبدات اخد اجابات من كل الناس لحد ما محمود وفوزي جاوبوا اجابه مختلفه خالص. اجابه لها علاقه بالمستقبل، اجابه لها علاقه باللي احنا عاوزين نبقى جزء من العالم، اجابه لها علاقه باللي بيحبوه، بالهوايه بتاعتهم، مش بس باكل وشرب والحاجات دي. فهنا عرفت اللي دول ابطالي. في حاجه في المخيم، انت ساعات منسيني البعد السياسي للقصة، او ان انا في مخيم انا مركز على الكورة، على حلم الكورة، وباخده في حتة ابستراكت جدا. ده كان مقصود؟ ده كان مش مقصود؟ كان مقصود في المونتاج مش مقصود في التصوير. التصوير احنا كنا بنصور كل حاجة. انا كان مهم بالنسبة لي اقرب للاثنين البني ادمين اللي بيحلموا، اللي ممكن يبقوا مش لاجئين، ممكن يبقوا في الهند، في الصين، في مصر، في شبرا عندنا، يعني في اي مكان ممكن تلاقي زيهم. انا اصلا من قرية صغيرة في المنصورة، فاهم يعني ايه كويس جدا تبقى بتحلم بشيء وفي مكان معدوم الفرص. هل في اي شوت او مشهد في الفيلم ده كان ريكرييتد، يعني حصل وبعدين عملته تاني ستيج؟ انا عموما ما عنديش مشكله مع فكره الستيج في الدوكيومنتريز، حسب المود، حسب نوع الدوكيومنتري اللي بنعمل عنه. بس في الفيلم ده، دي من الاسئله اللي سالتها لعلي اول ما دخلنا الايديتنج. قلت له يعني مستحيل الطريقه اللي طالع بيها المشاهد، يعني ازاي ده او كذا مشهد معين مش ستيج. بعدين راح موريني عند منا هناك الراشز، هو مش ستيج خالص، هو بس عمل ايه، هو استخدم طريقه الدراما في زرع الكاميرات وزرع المايكات. ده خلى انه حتى احيانا ممكن تلاقي تقطيع معين يقول لك طب ما ده زي الدراما، ده اللي مخلي السنس الدرامي في الفيلم بينهم في الصوره اللي بيدوروا فيها على الانترنت مع بعض. ده يمكن يكون صعب جدا تعمله في دوكيومنتري، بس عند علي والشباب كان سهل لانه 7 سنين. الفيلم ده ايه؟ الفيلم ده دوكيومنتري بس شكله فيلم فيكشن. دي حاجه جديده، دي حاجه حلوه، ده فاليو. اعتقد ده كمان اول الديبيت اللي كان موجود، بس انا عمره ما شغلني، يعني بالعكس كنت حاسس انه ده اللي خلاني في اول مره بتفرج على الفيلم عيطت 3 مرات خلال الفيلم. انت عارف يا علي، واحد من الحاجات اللي فارقه معايا جدا في العرض اخيرا، يعني شوف الرحله ابتدت من اول ما بقينا في سان دانس بنعرض، بس احنا في بانديميك. انا عايزه ابقى وسط جمهور وعايزه اتفرج على الاحاسيس والانرجي وكل واشوف ده وسط الناس. حلمي من اول ما دخلت الفيلم ده كنت قاعده مع علي بقول له انا عايزه الفيلم ده يبقى في سان دانس. اول حاجه تشيك ليست بقينا في سان دانس، ثاني حاجه ان احنا نبقى وسط الجمهور، هنشوف فيلم منى على الشاشه مع الناس خلاص من كل العالم في المكان اللي دعمنا اول حاجه وودانا في حته تانيه خالص.